بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. الأنبياء الذين ذكروا عليهم السلام، تذكر منهم سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا هود عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا شعيب عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام كريم الرحمة عليهم الصلاة والسلام. هل الرسل الكرام والأنبياء عليهم السلام، ماذا يكون رأيكم فيهم في شأنهم؟ هل تؤمنون بأنه كان هناك رسول اسمه نوح وهو من أقوى الأقوياء في هذا المجال، من أولي العزم من الرسل عليهم السلام؟ هل تؤمن به وكونه كان له أمور ميثولوجية؟ أنا يظهر لي مشتميل إلى الميثولوجية، مهما شيء الأديان هذه كلها خرافات وأساطير الأولين، تيلز أوف أنسيانت، وكهومات هم إلا ما قالكم الشيطان، وهذا دليل هل أنتم في قبضته إلى الآن إلى قيام الساعة، وتدعون الحرية، تدعون التنوير، وتدعون حقوق الإنسان، وأنتم تدافعون وأنتم تشرعون وأنتم تدافعون وأنتم وأنتم وأنتم، لكن في الحقيقة أي تسلط على حالكم بطريقة عقلية، بطريقة علمية تاريخية، ما يقع فيكم إلا كلام اللي على يبعث فينا هناك شيء من السلام في علاقتنا بكم يا أهل الشؤم واللؤم، نسأل الله السلامة.